للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من تونس السيد بدر السلام الطرابلسي، رئيس تحرير موقع بوليتيكو تونس. بعد التحية، يعني ساعات قليلة تفصلنا عن المناظرة المرتقبة بين المرشحين المتنافسين، هل نتوقع تصعيدا بين المرشحين أم أن الهدوء سيبقى مسيطرا على الأجواء الانتخابية؟ نعم، مرحبا بكم. حقيقة التصعيد في الحملات الانتخابية، يعني التصعيد هو موجود ولكن في إطار ما يسمح به القانون وفي إطار ما تسمح به النظم الانتخابية في تونس، ولكن حقيقة لم نلاحظه كثيرا. يعني تصعيد في حملة المرشح قيس سعيد أو على الأقل في خطابه السياسي وفي خطابه الاتصال الذي يتوجه به إلى وسائل الإعلام أو إلى الجمهور من الناخبين، بينما لاحظنا هذا التصعيد خصوصا في لا نقول كل ولكن جزء من أنصاره الذين معناها يعني يستخدمون خطابا سياسيا فيه احيانا تجاوز للخطوط الحمراء وفيه تهجمات يعني ربما غير مقبوله في اطار الحملات الانتخابيه النظيفه، ولكن بالمقابل نجد ان في حمله المرشح الاخر اللي هو نبيل القروي نجد انه يعني التصعيد موجود رأسا في المرشح في حد ذاته، وخاصة عن في تصريحاته التي أدلى بها لقناة الحوار أرنت والتي تهجم فيها على خصمه قيس سعيد واعتبره يعني ذراعا من أذرع النهضة وأنه غامض وليس لديه يعني برنامج سياسي واضح وأشياء لم يقلها خصمه قيس سعيد. هذا ناهيك عن حملته الانتخابية والتهجمات على المرشح الآخر والأسلوب يعني الانتخابي الذي نجده حتى أحيانا في أمريكا وفي بعض البلدان الديمقراطية، ولكنه يعني ليس أسلوبا تقليديا في إدارة الحملات الانتخابية وفي يعني مواجهة الخصوم السياسيين وفي تعبئة الأنصار وتعبئة الناخبين للتصويت لهذا المرشح أو ذاك. نعم. طيب سيد بدر، يعني إلى أي مدى تعتقد أن هذه المناظرة ستساهم في زيادة نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات عن سابقتها من الجولة السابقة؟ يعني هل ستساهم بالفعل هذه المناظرة في زيادة نسبة المشاركة، خاصة أن هذه المناظرة هي الأولى للسيد القروي بعد خروجه من السجن؟ نعم، سؤال وجيه في محله. طبعا ما من شك في أن المناظرة ولو أنها ليست الوحيدة التي ستزيد في نسبة المشاركة وسأتي عليها باختصار لو سمح الوقت، ولكن دعني أتحدث عن المناظرة. المناظرة صحيحة هي من المتوقع أن ترفع في نسبة المشاركة في الانتخابات يوم الأحد وفي هذه الأيام في الخارج، يعني ما أنتم تعلمون أن التصويت على الانتخابات الرئاسية في الدوائر الخارجية خارج تونس بدأت منذ اليوم وتنتهي يوم الأحد، بينما الانتخابات في تونس تكون يوم الأحد يوم 13 أكتوبر. إذا هذه المناظرة ستساهم بشكل جدي في الترفيع من نسبة المشاركة في الانتخابات، وذلك لعدد أسباب، أهمها أنها ستعطي الفرصة للمرشحين لتفسير وتوضيح برامجهما وما سيقومان به في مدتهما النيابية الرئاسية إذا فاز أحدهما يعني في الانتخابات، إضافة إلى وجود معناها نبيل القروي خارج السجن بعد شهر ونصف، وطبعا سيعطى له الفرصة للدفاع عن برامجه وتوضيح رؤيته السياسية الرئاسية في الفترة القادمة، وهذا من شأنه أن يشجع ربما فئة من الناخبين الذين لم يشاركوا في الدور الأول أو في الانتخابات التشريعية، ربما هو يحفزهم خاصة فئة النساء
فئة النساء التي لم نلاحظ لم تصوت في هذه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب الإحصائيات مثل ما صوتت في انتخابات 2014. نحن نعلم أن الرئيس الراحل باجي قيد السبسي يعني من بين أكثر فئة صوتت له هي فئة النساء، يعني النساء يعني المرأة التونسية بمليون صوت. فنعتقد أن هذه الفئة ربما ستتحرك مع الحركية التي تحدث. نعم، إذن سيد بدر تتوقعون زيادة كبيرة في نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية. السيد بدر السلام الطرابلسي، رئيس تحرير موقع بوليتيكو تونس، شكرا جزيلا لك.